عارف يا طاير انت وعثمان احنا ما تقابلناش من كام سنة؟ 25 سنة. ترفع علي المطوى يا عثمان. شدار ومش هسيبه ابدا. اول ايام العيد على كايرو سينما. انا مش عايز الناس تشاور عليا تقول لي بطاير نزلات يا ابني. انا عايز الناس يقولوا كريم 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 وبس. حبك نار. مصطفى قمر. نيلي كريم. هو عشان ابويا يتحكم في مصيري؟ ايه يا بنتي يا طاير؟ انا صحيح من لحمك ودمك يا بابا، بس ليا قلب وروح وعقل ودول ملكي انا لوحدي. وانا بقى ما يهمنيش عيله القصاص ولا اللي بينك وبينهم. انا اللي حميته منك ومن بحر الدم والفلوس اللي انت غرقان فيه. الدم ده انتوا اللي عملتوه. لا ابوه ولا ابوها هيسكتوا على اللي بيحصل. لو بيخاف عليها وبيخاف على نفسه يبعد عنها ويبعد عن سكتها. اللي يبتدي بالدم لازم ينتهي بالدم يا ابن عم. لو كريم خطى خطوه واحده بس في حدوته سلمى دي هيبقى فيها بحر دم ملوش اخر. حبك نار. لحظه الم تفرق كتير وتضيع الحب وتبدل القلب الحنون الحنون تبدل القلب الحنون القلب الحنون. السينما جاية لحد عندك.